السلام عليكم، بنج بريس اعلى، هواي اخطاء ممكن امر بيها، انتبه. هاي قاعدتي لا، ها شوف، ارفع القفص الصدري توصل هاي النقطه بعد ما تنزل نهائي، والايد بحدها تتحرك. شنو الاخطاء اللي ممكن اوقع بيها؟ اولا ما ارفع صدري واشغل اكتافي، هذا مهم جدا. اثنين ممكن اضغط انه هذا صح لو هذا لو هذا، كله صح، المهم اني دا اشعر انه الاعلى شد عندي بهاي الطريقه، بسام ايده بهاي الطريقه، انت ممكن هنا. فالمهم انه لازم شد للاعلى وصدري للاعلى وكتفي ما قدمه. تابع.